خلينا نروح لموضوع تاني وهو عن قرعة كأس الكونفدرالية. في مواجهات قوية للزمالك وفيوتشر، ومن أخبارنا الرياضية امبارح في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا اتعملت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا بتواجد الأهلي وبيراميدز من مصر. الأهلي وقع في مجموعة سهلة الحمد لله لأن معاه فريق مديمة الغاني ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوز داد الجزائري، أما بيراميدز فوقها في مجموعة صعبة شوية لأن معاه فريق سان داونز الجنوب أفريقي وفريق تيبي مازيمبي ونوازيبو الموريتاني. وتابعنا كمان قرعة بطولة الكونفدرالية واللي بيشارك فيها فريق الزمالك وفيوتشر أو فرق الزمالك وفيوتشر من مصر. القرعة وقعت الزمالك في مجموعة متوازنة شوية وفيوتشر في مجموعة قوية بعض الشيء. بنتمنى التوفيق طبعا لكل فرقنا المصرية وانهم يوصلوا لدور الثمانية او الثامن ويحققوا افضل النتائج. وعلشان نعرف طبعا تفاصيل اكتر معانا على زوم الناقد الرياضي او على التليفون على الهاتف الناقد الرياضي سيف الحسيني. صباح الورد عليك يا استاذ سيف. صباح الورد. خلينا نعرف من حضرتك كده ونطمن على فرقنا المصرية، احنا واصلين لفين؟ مين اللي فرصه أحسن؟ مين اللي للأسف هيواجه صعوبة شوية في الصعود؟ طبعا احنا امبارح تابعنا القرعة بتاعت الكونفدرالية ودوري الأبطال. خلينا نتكلم دلوقتي على البطولة الأكبر اللي هي دوري الأبطال، الكل بيتابعها. عندنا الأهلي وبيراميدز ما بيمثلوا مصر السنة دي. طبعا القرعه وقعت بيراميدز في اول مشاركه ليه يعني في دوري الابطال في مجموعه قويه جدا جدا جدا، يعني مازيمبي وسان داونز ونوازيبي. هنقول ان طبعا ان سان داونز هو المرشح الاول، طبعا كلنا عارفين سان داونز ومواجهته مع الاهلي السنين اللي فاتت وان هو واحد من اقوى الفرق في افريقيا يعني يعتبر بعد الاهلي. ومازيمبي طبعا خصم صعب جدا وليه تمرس جامد في افريقيا، صعب جدا بره ارضه. بيراميدز صراحة يعني في اختبار قوي جدا وفي أول اختبار ليه في أفريقيا يعني في دوري الأبطال، هيكون عنده يعني يعتبر حرب في المجموعة دي. نوازيبي هو الخصم يعني الوحيد اللي هو يعني يعتبر يعني مستواه متواضع شوية، لكن برضو أي مباراة بتبقى بره الأرض بتبقى صعبة جدا. بيراميدز ما عندوش أمل غير إن هو يكسب كل ماتشاته على الأرض ويشوف بقى حساباته مع الفرق بره، يحاول يتعادل، لكن هي مجموعة صعبة جدا 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 يعني على بيراميدز. واعتقد يعني انا ارشح فيها سان داونز طبعا الاول، واعتقد ان بيراميدز ممكن يخطف الوصافة من مازيمبي لان نوازيبو هيكون خصم سهل، هيكون الناس هتاخد منه نقط كتيرة يعني. وطبعا بقى الاهلي حمل على الصعيد الاخر، الاهلي المفروض انه واقع في مجموعة يعني سهلة. الاهلي طبعا يعني اول مره من سنين يعني الاهلي حظه حلو صراحه، بقاله سنين كل سنه بنقع مع سان داونز مع الترجي مع كذا سنه ورا بعض مع سان داونز مع الوداد. السنه دي يعني ممكن يكون الاهلي ربنا عالم بحاله عشان الضغط بتاع الموسم جامد جدا، وبيشارك في دوري بطوله دوري السوبر الثانيه، عنده ضغط جامد جدا جدا السنه دي، كاس عالم الانديه، بطولات كتيره جدا، كاس مصر وكاس مصر الجديد وكسر يعني هيكون في بطولات جدا جدا وزحمه جدا جدا. واعتقد ان دي ريحت شويه الاهلي ضغط، لكن برضو ما ينفعش نستهين بالمجموعه. شباب بولوزداد فريق يعني برضو متوسط، ما يعني في الجزائر مدياما فريق الغاني، طبعا كل الفرق دي قدام الاهلي اعتقد ان هو سهل جدا الاهلي يتاهل بسهوله قوي وعلى راس المجموعه يعني، وده هيسهل له الطريق بعد كده في الادوار اللي جايه، بحيث ان هو يعني يكون على عقبال ما يخش نص النهائي يكون الفرقه يعني خطط مشوار في البطولات الثانيه، قدر يريح لعيبته وقدر يستقر على الشكل النهائي بتاع الفرقه. انا شايف برضو بقى عايزين نطمن على الزمالك. الزمالك طبعا في الكونفدراليه جاله مجموعه سهله، سهله نسبيا يعني متوازنه يعني. اسامي كلها يعني متواضعه جدا جدا جدا، ساجرادا وسوار وسليم الليبي، اسامي متواضعه جدا. الزمالك تاهل بسهوله جدا جدا ما عليهوش اي ضغط خالص خالص، هيلعب بسهوله، ممكن يكسب رايح جاي كل المطوشه. وبرده فيوتشر في الناحيه الثانيه هو اللي يعني هنقول شويه صعبه، اتحاد العاصمه، سوبر سبورت والهلال الليبي ممكن يقدر برضو يتأهل. لكن انا شايف ان الزمالك السنه دي في الكونفدراليه الفرق كلها
شايفها صراحة يعني الزمالك ممكن يوصل بعيد قوي قوي في البطولة دي، لو بقى أول مجموعة ممكن يبعد عن باقي الفرق الصعبة. عندنا نهضة بركان اللي خد اللقب قبل كده، اتحاد العاصمة، كل دول لو خدوا الأول الزمالك ممكن يبعد عنهم في النص النهائي، وممكن يوصل بعيد في البطولة. يعني أعتقد إن مشوار الفرق كلها السنة دي على عكس السنة اللي فاتت، كان في كام فرق كويسة في كأس الكونفدرالية، السنة دي فرق متواضعة قوي، فرق يعني فرق متوسطة قوي في حتى في الدوريات بتاعتها. فأعتقد إن الزمالك ممكن يوصل بعيد قوي، ممكن يوصل النهائي بكل سهولة في البطولة دي. يعني إن شاء الله احنا بنتمنى لكل فرقنا المصرية التوفيق، وبشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي سيف الحسيني.